ولهذا بشر الله المؤمنين الذين استقاموا على الإيمان وهم جعلنا منهم بشرهم الجنة طمنهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون وتتمنون نزلا من غفور رحيم اللهم اجعلنا منهم.